الله صفى سريرتهم فنالوا رضا ربنا ذي الجلال وخصوا بصحبة خير الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي ياسين بالصف العاشر، وأهلا بكم في الحلقة الخامسة من مسابقة قدوتي. قدوتنا اليوم هو صحابي جليل من الصحابة الكرام، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. لقبه النبي بأسد الله وسيد الشهداء. أسلم قدوتنا في السنة الثانية من البعثة، شارك مع النبي في غزوتي بدر وأحد. قدوتنا صاحب أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. فمن هو قدوتنا؟ هم الله صفى سريرتهم فنالوا رضا ربنا ذي الجلال وخصوا بصحبة خير الورى.